كيف نتعرف على الله ربنا؟ كيف نعبده كما أمرنا؟ ما المنهج الذي يرضاه لنسير عليه؟ كل هذا نعرفه من خلال الكتب السماوية، وهي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بها ركن من أركان الإيمان الستة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فنؤمن أنها كلها حق وصدق، وأنها كلام الله تعالى، فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم. ونؤمن بما ذكر منها تفصيلا، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. والقرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السابقة وحاكم عليها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فلا يجوز العمل بشيء من أحكامها إلا ما صح منها وأقره القرآن، فقد وقع فيها التبديل والتحريف. وتكفل الله بحفظ القرآن كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثمرات الإيمان بالكتب شكر الله تعالى على عنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، ومعرفة حكمته في ذلك. ومن ثمرات الإيمان بالقرآن الكريم العناية به تلاوة وتعلما وعملا وتدبرا، فإنه النور المبين والصراط المستقيم وموعظة وذكرى وشفاء لما في الصدور. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.